من الاخ علي هوجين اداره اعمال المصارعين سياره توتال لوس. تدري وش توتال لوس؟ بونصك تسمع به فلتبدا بلوك. اهلا بك في الحفره حمد الله. بس اي دبليو جايين الرياض ويبون مصارع سعودي. قولي لامك ان المطبخ بيجيها. اسمعني، مكان كله معضلين ندري ليه جايين. ترى مصارعه ما له دخل انك تكون معضل. هنا نسوي رف طويل نحط فيه كل فكراتنا، يكون هذا كهف الوطواط حقنا. وش وطواط وهذه صالة؟ يبغى فوز لازم نسويها. تمام، كله مصارع بيضرب حيفرة. عند اللي حركة واحد يدق الري وسبلات باقات ويهبد لك محيفرة، يكتم بلوف اللي تحت. لو بيجيت ورق معناها يكسو بلكس. ليش لكن لازم أفلكس. ساعد جسمك منجز المصارع. وإذا اندبجت يا ساعد؟ حلو، أنا ما اندبج، انا ادبج. لازم فوز، لا لازم فوز، لازم فوز. محمس الاسطوري يخليك تنجم. ما تدري وينك مقفل الدراع من فيدا ولا مع فيدا. ليش انت مو حكم الفار اللي حسب بلنتي غلط وش طب؟ ايه ولو انعاد المباراة مليون مره بحسبها بلنتي. تمام، بس القم يا تفغ انت طقمك النايم. وبساعد ما جيت تروح المكتب تمسح كل الهيستوري بدون ما تناظف شيء. ستار عبد الخالق اسمي ستار مو سرتار. ستار ستار كل مسلم ان شاء الله. دخلني ذا البطوله وتشوف المستوى. اي يا المندبج عاد اخذ معك سيلفي بالله توجهك المنفقع ذا. ما سمحت صوب.